مهرجان العالمين قدر أنه يتصدر الترند حتى قبل ما تنطلق الفعاليات الخاصة بيه، وده بسبب قرار القائمين على المهرجان بتخصيص 60% من دخله لصالح الشعب الفلسطيني، وده اللي اعتبره كتير من رواد السوشيال ميديا أنه لفتة إنسانية أكتر من رائعة. مهرجان العالمين هتنطلق الدورة الثانية ليه في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس. احنا السنة دي بنقدم حوالي 60% من أرباح المهرجان هتروح لأهلينا في غزة. احنا مخصصين جزء كبير من التذاكر لأبناء الشهداء، أيضا عاملين مناطق لأصحاب الهمم، والسنة دي كمان احنا جزء من الشاطئ اللي احنا بنديره هنخليه شاطئ عام للمصطفين في العالمين.